الأولاد بينصلحوا، يعني الأولاد مشوا في لاين معين بيكونوا ممتازين وممكن يمشوا لقدام عكس البنات. يعني البنات يعني يعني احنا في بشاير ده يعني في ناس معينة، يعني البنات ما بيصلوا سن، حتى نحن لو في تعليم ما بيتعلموا بأمانة، يعني ما بيتعلموا للدرجة يقول لك أنا مثلا دارب المفروض يكون العكس كدا. يعني حسب القراءات الأولاد دائما هم الراس من جوه متعبين. لا أنا بجد أنا في التشرد أنا لي كم سنة، يعني في التشرد ده بعدين الأولاد بعد يقعدوا خلاص بيكونوا مطيعين. تجارب برسالتك دي قوية شديدة. البنات بعد بيقول لك البيت خلاص اتعلمت على حيط الشارع، مستحيل مستحيل نيفر عكس الولد. يعني عندنا تجارب، عندنا أولاد ما شاء الله كبروا احنا زوجناهم باولادهم بيجونا اتاهلوا ان شاء الله اتاهلوا. البنات في يعني احنا بنات يعني لغايه تصل حد معينه ثاني ما يمكن ما بلين فيها ما بعرفها بتكون مشرده لغايه الى ما لا نهايه، بتكون بعدين حتى بتكون اسر. يعني ناس لغايه الان ما بقول لك كيف انه في دي والله مشرده مثلا حول اميري ولا شيء، دي بقت لك كده عكس الاولاد.